هلا مشاهدينا نتحول لمتابعه اهم انباء المال والاعمال. نفتح نافذه اقتصاديه مع فاطمه خليل. اهلا بك فاطمه. اهلا بك نوى توفيق. اهلا بك ايمان منصور. واهلا بكم مشاهدينا وجوله اقتصاديه جديده. أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير البنك الدولي الذي توقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا للتقرير توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو 4.8% عام 2022-2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أظهر التقرير تحقيق مصر معدل نمو 6.6% خلال عام 2021-2022، وهو أعلى مما كان متوقعا في أبريل الماضي والذي بلغ 5.5% فقط، فضلا عن توقع البنك نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بمقدار 4.5% خلال عام 2022 و4.3% لعام 2023، مضيفا أن مصر تقود هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعي السياحة والاتصالات. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. تحياتي لك دكتور العمدة. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور كريم، ما هي دلالات الأرقام التي تضمنها تقرير البنك الدولي واعتبار ذلك أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ يعني طبعا احنا بدايه لازم نشير على ان يعني صندوق مجموعه البنك الدولي اللي شامله الصندوق والبنك الدولي هي احد بيوت الخبره العالميه في مجال الاقتصاد، وبالتالي يعني طبعا هم تقريرهم لما يشيروا ان مصر بتحقق معدل نمو بصفه عامه وفي اطار الظروف دي ايجابي، فطبعا ده حاجه جيده جدا، بالاضافه لان يعني يمكن من اكبر معدلات النمو في المنطقه. طبعا يعني عشان برضه نوضح نقول ايه هو معدل النمو الايجابي او هو ايه دلالاته بالنسبه للمواطنين، هو يعني احنا نقصد بيه الزياده في حجم الاقتصاد المصري في العام السابق الى العام الحالي، وبالتالي هذا المعدل الزياده في الاقتصاد المصري احنا بنطلق عليه معدل النمو، وهو معدل زياده السلع والمنتجات والخدمات التي بينتجها الاقتصاد المصري، ونقدر نقول طبعا ده يعني نقدر نقول عليه مؤشر وخبر ايجابي جدا في اطار او في ظل الظروف اللي بيمر بيها العالم، لان طبعا في دول مع الازمات المتكرره بتبتدي تحقق معدل نمو سلبي، وبالتالي دي بتعتبر بيخش في الركود وده بتكون ازمه كبيره، لكن الحمد لله الوضع ده ما حصلش في مصر. يمكن اشار ايضا البنك الدولي لان يعني سبب الارتفاع كان مصحوب بتحسن ايرادات السياحه بشكل كبير، يعني احنا عام 2021 لكن دكتور كريم على ذكر هذه الازمات التي تمر بها دول كثيره حول العالم، هناك بعض الأزمات التي تعاني منها مصر أيضا إلا أنها ما زالت تحافظ على النمو الاقتصادي الكبير. هذا له أسباب، ما هي هذه الأسباب من وجهة نظرك؟ طبعا احنا بنقول انك تحافظ على معدل نمو ايجابي في اطار تلك الظروف ده خبر جيد جدا، بالاضافه ان احنا يعني ده مدعوم بمجموعه من الاسباب. معدل نمو ايجابي ده طبعا بسبب اساسي يعود الى المشاريع القوميه وان مسيره التنميه في مصر تسير ولا تتوقف رغم الازمات. ايضا يعني كانت ايرادات السياحه في العام المالي السابق يمكن تحسنت عن عام 2020، يمكن نصت ايرادات السياحه في عام 2021 ل 9 مليارات من الدولارات، هو اقل من 2019، ولكن يعني في النهايه في تحسن حدث، بالاضافه لان طبعا يعني العائدات الكبيره لصادرات مصر من الغاز والبترول مع الارتفاع اللي حدث في اسعار الغاز عالميا ده يعني خلى ان مصر تقريبا بتصدر في الشهر بما لا يقل عن بل يمكن اكثر من 500 مليون دولار شهريا، بالاضافه الى طبعا يعني بالاضافه الى ايرادات قناه السويس وخلافه وقطاع الاتصالات، دي كلها بنقول عليها يعني امور ايجابيه الى حد ما وساهمت بشكل او باخر في تقليل تاثير الازمه. طبعا الازمه موجوده وشعرنا بها كمواطنين والتضخم حدث طبعا، ولكن نقول تاثير الازمه عليك بنحاول نوصل ان هو يكون اقل ما يكون. اشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.
أبرز أكد وزير البترول أو أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير الوكالة الدولية للطاقة بشأن ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. قام المركز برصد ومتابعة تقرير وكالة فيتش بشأن أهمية قضايا الطاقة في سلم أولويات الشراكة بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. كما سلط التقرير الضوء على العديد من المشروعات التي تنفذها مصر وتشرع في تنفيذها في مجال الهيدروجين الأخضر. أكد وزير البترول طارق الملا أن توجه الشركة الكويتية لتعزيز التعاون مع قطاع البترول يلقى دعما وترحيبا كبيرا في إطار بناء شراكات اقتصادية قوية وزيادة النجاحات المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال الملا لسفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم ومدير الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في مصر محمد السرحان. وخلال اللقاء تم بحث موقف أنشطة الشركة واستثماراتها في حقول إنتاج البترول والغاز بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط وسبل تدعمها خلال الفترة المقبلة. أكد مزارعو محافظة الغربية أنه تم حصاد محصول الأرز في الحقول الإرشادية ومنها صنف سخا سوبر 300 والذي حصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للمبتكرين 2022. مثل باقي المحافظات كانت الغربية شاهدة على بدء حصاد محصول الأرز في الحقول الإرشادية ومنها صنف سخا سوبر 300 الذي حصل على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للمبتكرين لعام 2022. يستخدم هذا الصنف من الأرز نسبة قليلة من المياه والأسمدة الزراعية ويعطي نسبة إنتاجية مرتفعة تبلغ من 20 إلى 25% وتتراوح ما بين 5000 و6000 طن في الفدان مقارنة بالأصناف التقليدية التي يتراوح إنتاجها بين 2000 و3000 طن في الفدان. كما يعد من ضمن الأصناف التي تتبع المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والقومي في وزارة الزراعة. هذا وقد أعلنت مديرية الزراعة بالغربية أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز في مدن ومراكز وقرى المحافظة بلغت نحو 70,000 فدان أرز، 30% منها من صنف سخا سوبر 300 الذي تبدأ زراعته في شهر مايو وتستغرق فترة نموه في الأرض الزراعية نحو 115 يوما. هي إذن مميزات عديدة جعلت من أرز سخا سوبر 300 اختيارا مثاليا للزراعة لزيادة إنتاج الأرز وتوفير الاحتياجات المحلية. إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات. تراجع رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687 مليار و625 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9948 نقطة لينخفض بنسبة 82% ويغلق عند مستوى 9867 نقطة. كما فتح المؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2185 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 1.44% عند مستوى 2153 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3123 نقطة لينخفض بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة. إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و63 قرشا للشراء و19 جنيه و70 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و8 قروش للشراء و19 جنيه و15 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 21 جنيه و78 قرشا للشراء و21 جنيه و87 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع. عن سعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض مع تأثر المعنويات سلبا بالقلق من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وتصعيد الحرب في أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط. وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 8%. كما تخلى مؤشر دبي القياسي عن مكاسبه في التعاملات المبكرة ليغلق منخفضا 6%. تراجع المؤشر القياسي السعودي 1%. كما انخفض المؤشر في قطر بنسبة 1.2%.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية.